بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللاون، مرحبا يسون، مرحبا يسون، أنسو بيسون، مرحبا بكم في قناة النهار تي في مع الشيخ النووي طالح هابط. الشيخ النووي طالح هابط يلتقي بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، يرحب بكم، يلتقي بكم كالعادة والعوايد، نفس الوقت نفس الرانديفو، يلتقي بكم. ها يا مريق، لا يا زرق، وخليني نكمل أسي. يلتقي بكم، قلنا يلتقي بكم النووي في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، يرحب بكم ويقول لكم أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم عندنا في قناة النهار. نرحب بالأخوة المستمعين والمشاهدين كاع في ربوع الوطن، في الشرق، في القرب، في الشمال، في الجنوب، في الوداد، في الدجور، في كل مكان، حتى اللي راهم في القربة ثاني، خاوتنا اللي راهم في القربة يتبعوا في قناة النهار، نرحبوا بهم ونرحبوا ونفوتوا تحية سبيسيال دائما دائما وأبدا دائما 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 لخاوتنا أفراد القوات المسلحة، حماة الديار، حماة الوطن، قواتنا البرية، قواتنا الجوية، قواتنا البحرية، الدفاع المضاد للإقليم، الجدارمية، الدرك الوطني، الأمن الوطني، البوليسية، البومبية، الأدوان، جاع الناس اللي راهي خدامة واقفة على هذه البلاد. ربي يحفظكم وربي يعطيكم الخير. اليوم راه معايا خواص وزرق ومتحماو فيا في زوج، أعطوني تعاون الخير ارحم والديكم. لا يعطينا الأمان في دولتنا ويحفظ الجيش الوطني الشعبي له حرس الحدود، وكل يشوف للجزائر بالشينا ربي يبارك فيه، يبارك فيه إن شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظ بلادنا وولادنا إن شاء الله، الله يعجل خير الدنيا وخير الآخرة لينا وليكم إن شاء الله، واللي يمشي في الطريق تاع الخير الله يعطيه الخير. يحفظ بلادنا إن شاء الله ويحفظ أولادنا ويحفظ إن شاء الله أصحاب الحدود، الله عجل ربي إن شاء الله يكون منهم الحارث والوارث إن شاء الله. الله عجل ربي هذه البلاد، الله عجل ربي يسترها، يسترها في بلادها وفي أولادها وفي كل شيء. أمين 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 يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة نبدأ دائما بدعوة الخير من عند هذه الوجوه الزينة، هذه الوجوه المنورة، أبوياتنا وجدودنا يدعو للجزائر، وإحنا نقولوا أمين وندعو معهم. الله يحفظ الجزائر الحبيبة، الله يعطيها الخير، الله يرفع رأسها. هي بالحقيقة الجزائر رأسها مرفوع إن شاء الله، قاع ما يهبطش، كي نطيحوا قاع كيما رانا قاع، وما نعرف ما نعرف، لأنه هذه البلاد الطاهرة الجزائر الحبيبة ديما نقول شجرة، شجرة أصيلة أصيلة ومغروسة في أرض تاع أحرار، أصيلة ومسقية بدم تاع أحرار. يعني كيما تجوها ما تقدروا لهاش، كيما تجوها يا عديان ربي ما تقدروا لهاش. الجزائر الحنونة حبيبتنا منى اللي رانا عايشين في كتافها وعايشين من خيرها، يكثر خير ربي، والله يدوم الخير، والله يحفظ بلادنا ويحفظ ولاد بلادنا. كيما راكم سونز اكسبسيو كاع، كيما راكم كاع كاع، كل اللي حبنا كل ما حبناش كاع خاوتنا. المهم الرقم السحري هو هاوين، اتصلوا على الرقم التالي 38 01، رقم سحري دائرة قناة النهار، لاتصالاتكم لانشغالاتكم لمشاكلكم اتصلوا بنا، تلقاو فريق ينتظر في انتظاركم، تتكلموا معاه ويتكلم معاكم ويسجل انشغالات تاعكم. الوقت خواص صح، احنا في قناة النهار، والله النووي احنا رانا قاع يد واحدة، احنا نتبعوا الحدث، والحدث صراحة احنا الحدث هذا يهمنا بزاف يا جماعة الخير، لازم تفهموا يا جماعة القضية، والله ما هي قضية اشخاص، والله قطاع، والله فلان، والله فلتان، والله العظيم وليلة الجمعة ربي راه يشهد. يعني احنا كي نركزوا على حاجة على الأهمية تاعها، احنا القضية اللي تعلل اللقو، اللقو هذا الخرفان الصغار اللي راهم يموتوا، اللي عنده 10 ايام و15 يوم وسمانات اللي راه يموت يا جماعة، القضية راهي تكبر. ودرك انا قبراني في التسجيل دركا جاوني اخبار باللي الخرفان راهم بداو يطلعوا يموتوا في الشمال في الطرف والفوق الفوق، والقضية راهي تكبر، والحياة راهي تكبر، راهي من عبلا 15 ولا 16 ولاية وراهي تكبر، والقضية راهي تكبر. ونهضروا عليها، هضرنا عليها في الاخبار، هضر عليها ياسر العرابي في النقاش، وراها يزيد يهضر عليها، هضر عليها النووي، ونزيدوا نهضروا عليها. علاه؟ لانه قضية خطيرة يا جماعة الخير. لما النعجة لما النعجة تولد وتجيب خروف ويموت، ماشي في ولاية برك،
ماشي بالجلفة بارك، ماشي بالمسيلة بارك، ماشي بالبيض بارك، ماشي بالعطار بارك، ماشي بتبسة بارك، ماشي بالمشرية، ماشي بالنعامة، ماشي بالبيض. يا ابن عمي راهي الحزام عندنا احنا حزام يسموه الحزام الرعوي السهوب، وين عندنا المال يصرح الله يبارك، وقيل عندنا 20 مليون راس الله يبارك نسمحوا بها هكذا تروحوا لنا هكذا، اه نسمحوا بها ونسكتوها ما نهدروشها وما نهدروشها كيف الخير هذا راه يموت يضيع عنا وما نهدروشها، هذا راه مالنا، هذا راه خيرنا خير بلادنا ما نهدروشها. احنا كي وجهنا النداء وعلنا احنا علنا حالة الطوارئ، دوكا انتم تخدموا خدمة وحنا نخدموا خدمة، احنا قال لك ما تهولش معالي الوزير عبد القادر بوعزقي نحيوه في هذه الليلة المباركة، تحية للسيد عبد القادر بوعزقي. عبد القادر بوعزقي يا جماعة انا راح نسمعوا واش راه يقول، نحترموه رجل خدام ما قصرش، ولكن احنا في البرنامج نقولوا طالع هابط طالع هابط، لانه هنا كيما طالع هابط هنا القضية راهي كبيرة، قضية كبيرة قضية كبيرة، المال راه يموت، المال راه يموت سبحان الله العظيم، والفلاحين هذو بوياتنا والموالين لمن يروحوا لمن؟ اطلق لي خواص تصريح تاع السيد الوزير عبد القادر بوعزقي. بان اقول لكم لا مجال، لا مجال للهول. احبس كيف على مجال الهول؟ القشبية وابري ولا تعصوف زيد؟ ولا مجال للتهويل. احبس لا مجال للهول ولا مجال للتهويل زيد واحدة. ولا مجال للتكبير. احبس للتكبير زيد واحدة. ولا مجال للتوسيع زيد واحبس. احبس يسمى ربعة، الهول والتهويل والتكبير، ياه والتكبير مزاد واحدة. امرا نتحكم فيه ولنا رؤية فيه ولنا امكانيات التي تتركنا تتركنا ايه؟ نكون مرتاحين. احبس احبس انت راك مرتاح بالصح، انت راك مرتاح يا سيد الوزير. الموال والفلاح هل راه مرتاح؟ اللي راه يتموت له 100 خروف في النهار هل راه مرتاح؟ دير روحك سمع علي الوزير، انت يا موال وعندك 1000 نعجة ولا 500 نعجة ولا 200 نعجة، والنعجة واش تجيب؟ تجيب الخروف، والخروف اللي تجيبه النعجة يموت، هل انت مرتاح؟ لا لا. هل انت مهني؟ لا لا. جماعة الفلاحة البيطرة والوزارة تاع الفلاحة اللي مستقلة بالبيطرة راكم هابطين، راكم راكدين، راكم هابطين. عطلك عليا خواص الوقت. ايه وين نروحوا دركا؟ يا سعيدة بعيدة والماشينة قاعد يا داي 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 داي. نروحوا لسعيدة تاعي خوتنا في سعيدة، لكن تبعوا فينا سعيدة بكري كانت بعيدة والماشينة قالية وقادية درك والو. سعيدة راه مشات عيرك في سعيدة، كثر خير ربي والطرقان والقطارات والماشينات والدنيا، والله مصلي على النبي الحبيب. سعيدة الوالي 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 سيف الإسلام لوح، شحال من خاطر نطلعوه وشحال من خاطر نهبطوه، لأنه أنا فاش يعجبني سيف الإسلام لوح يتجاوب مسؤول حي عينيه مفتوحين وذنيه مفتوحين والو، تقول له على كاش قضية في بلاده ولا في ولايته يتحرك يتحرك، رمشة عين كومش الظلمة والليل والله غير يتحرك في الليل. اللهم صل على النبي الحبيب، مسؤول في المستوى وفي المستوى صراحة، ومشي غير هو، عدنا ولات والله غير يطلعوا المال العقبة في المستوى، وعدنا ولات راكدين ضربها بكود بي ما على بالوش كاع طابت ولا تحرقت، هذه هي لا فيريتي لا فيريتي. اطلق لي فيديو تاع سيف الاسلام لوح ولي سعيدة اضرب. شحال عنده من عام الانسان ينحسب بالزمن؟ خدمت 3 سنين او شدت 3 سنين، خدمت رئيس بلدية 5 سنين او شدت في البلدية 5 سنين، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والعمل الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. الانسان بزمنه ماشي بعمره
في زمنه في المهمة التي هو يشرف عليها باعتبارها أمانة، أمانة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشهداء وأمام كذلك المواطنين الحاضرين معنا في 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 مختلف المحطات التنمية. الإنسان ماشي شحال عنده من عام، واش خدم؟ إلا خدم عام عنده عام، لكن دايرين له وقفة 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 يقول واش خدم هذا الإطار لهذا الولاية. هذا هو السؤال، واش تقدم الإطار للولاية؟ كلام واضح وصريح وباين. حنا هذا الكلام باش نديروا له ترانسفير، نفوتوه كاع ونجيبوه ونصدروه. يا جماعه المسؤوليه راهي ماشي حاجه سهله، وحنا دائما نحذروا ونقول لكم كاين زوج حوايج. اللي قادر على المسؤوليه قادر عليها مرحبا، اللي مش قادر والله ما هو عيب، روح ابن عمي، روح وخلي ناس واحد اخر يخدم. المسؤوليه راهي كبيره، هذه راهي بلاد، والمسؤوليه امام الله وامام التاريخ وامام الشعب وامام امام حوايج بزاف. يا جماعه المهم ولي تاع صعيده راه يتكلم مع رؤساء البلديات، ما عليناش. ولي صعيده طالع، زيد واحده هطلق عليا. يا جماعه المارطو تاع الطلعه تكسر، دركا باه نطلعكم ولا خلاص وطالعين خلاص. ناس صعيده ما نروحوش بعيد، واحد البلاصه يسموها دوار بوحمار في لي زونفيرو. صعيده يا سيد الوالي، حنا طلعناك باه تبروشي معانا. كاين الردم التقني راه واجد وكلش، وهذا البلاصه مساكن صار يديهم العجب محقورين، دايري لهم الزوبيا الزبل، حاشاكم اكرمكم الله هكذا في وجوههم. وكاين الردم التقني، ما كانش عوج في العالم كيما هذا. شوف بعينك يا سيد الوالي، اطلق غواص، اطلق وقلع النووي، اقلع النووي. ها شوف يا سيد الوالي، شوف يا سيد الوالي، ها شوف يا سيد الوالي، شوف يا سيد الوالي، شوف بعينك، شوفوا يا خاوتنا، شوفوا المنكر، شوفوا العوج. معثر على الفلاحة عرفي لا عيا هي، رانا باين نسمحوا فيها. معثر على البيوت، النهار اللي يشعلوا فيها النار ولا يضرب الريح الدنيا قاضبها اللازم، قاضبتها الحساسية. من هذه نطلبوا من ربي ونطلبوا من هذا سيد الوالي، مرحبا به يجي يزورنا الدوار. يا سيف الإسلام مرحبا بك، أروح زور الدوار وتشوف بعينك. هذا الزوبيا سمحني نطلبوا منكم ومن رب العالمين، وهذا والرئاسة ودي وخروا علينا هذا الزوبيا، ما بقى لا مال ولا بنادم ولا ما كل شبه، ما بقى والو. طالبوا في السيد الوالي يقلع عنا هذه الزوبيا في اقرب وقت، الله يحفظه ورانا نشوفه كيف خدمته، الله يبارك، راه يخرج راه يخدم وكلش، يزيد يشوف لنا، شوفه هنا في هذه المنطقه فلاحيه بامتياز، هنا ارض كويس للسياحه كيما بغاو يديروها يديروها. احنا ردوها يقلعوا لنا هذه الزوبيا، هنا كنت طالبوا فيهم يقلعوها لنا في اقرب وقت. يا ابن عمي المهم احنا شوف احنا ثقتنا في ربي، ثقتنا في ربي سبحانه، ثقتنا في المسؤولين تاعنا. احنا الوالي سيف الاسلام لوح، والله العظيم والله يعني سبحان الله بربي، ان شاء الله بربي الوالي السبت والله الحد ان شاء الله اضرب لهم زياره. هذا الناس المخالق راهم سمعت بوذنك، راهم سمعت بوذنك يا سيد الوالي، راهم في قبينه ارض فلاحيه وراهم عايشين في الميزيريه، وكاين الردم التقني يا سيد الوالي، كاين الحل. وعلاه مساكن سعيده مسكينه، سعيده ما اسمها من السعد حتى تولي زعفانه، تولي صعيده زعفانه. السلطات المحليه تاع البيئه تاع صعيده راكم هابطين. زيد واحده غير باطل. واش ها يا ابن عمي، روحوا يا جماعه ما تروحوش بعيد، مر الفاصل انا راح نكش ما نجيبهم صيريفه عي شهر، ومن بعد تشوفوا العجب كي العاده والعوايد. هيا روح اخواس روح. ولينا لكم، مرحبا بكم، مرحبا بنا، اتصلوا بنا على رقم 3801. ولينا لكم خواص باش نربحوا الوقت وما يروحليش الوقت غير هكذا برك. قولي واش عاد يا خواص درك، ها الآن ديرها تشوف مورايا، خليني نشوف باش نتفكر.
دير بصعب دير بوزه مرايه ودير بوز. معليش معليش يا خا هكذا خواص هذا اللي نشوف صح. شوفوا يا جماعه الخير ها شفتوا هنا الال الال بي جي ال بي جي على بالكم باللي السكن فيه بزاف صيغات صيغه نقولوا مثلا اجتماعي سوسيال نقولوا مثلا لاديال يا خواص خواص فكروني فكروني لاديال ايه التساهمي التساهمي ال اس بي وكاين ال بي بي ال بي بي وكاين ال ال بي ا وكاين ال ال بي جي ال ال بي جي هذه عبد الواحد طمار ما حبش يقول لنا عليها يا على بالك معناها ها لا لا ما يصير بريز. التحيه للوزير عبد الواحد طمار هذا المديريه هذه تاع السيقه هذه ما حبش يقول لنا عليها يا عبد الواحد طمار ها وقلنا عليها على ال بي جي المواطنين نقول لك يا خواص تعرف واش معنى ال بي جي يا زرقو ما كاش هو ما كاش اللي يعرف ال بي جي ال بي جي هي لوجمو 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 بروموسيونيل تاع الجنون لوجمو بروموسيونيل جنون لوجمو بروموسيونيل جنون علاه يا جماعه الخير وزارة السكن دايرة صيغة تاع الجنون سبحان الله العظيم يا دلال يا هاي الجزائر الحبيبة يا وكاين هاو الجنون ما يسكنوش هاو الجن اللي عنده الجنسية الجزائرية ما يسكنش وين يروح يسكن في بنادم حنايا الجنون باه ما يسكنوش في العباد درنا لهم باركمات درنا لهم باركمات الجنون باه ما يسكنوناش في العباد نضلوا خارجوا بهم كما اللي راه فات له البارح عند عايشة فات البارح وقيل هذاك اللي حنايا الدولة الجزائرية وزارة السكن في المديريات في الولايات دايرة سكنات تاع الجنون لو تقولوا لنا وين راهي مهبل وراها لا لا كاين نبداو لكم اليوم وكل يوم كل خطره نوريكم سكنات تاع الجنون كاين سكنات تاع الجنون كيما جنون كاين مشروع في العاصمة في بلدية السويدانية المشروع هذا ألحوا عليه بزاف المواطنين قالوا لي ينوي علاه ما تهضرش عليه ينوي علاه علاه ما تهضرش عليه كاش ما عندك معرفة مع الجنون يا قول اليوم راح نهضروا لكم على السكنات تاع الجنون في بلديه سويدانيه ولايه العاصمه هذو السكنات بكري كانوا على اسبي 118 سكن تبنى وسكنوا الناس وخلاص ويا حسره اي هاي قعدت كوطه تاع 18 بارطمه لمن خلوها للجنون وسربوها للجنون وسكنوا فيها الجنون وخاوتنا الجنون راهم عايشين نورمال مع المواطنين الجن الجزائري مع الانس الجزائري عايشين لاباس بهم يلا راح نشوفوا الريبورتاج تاع السكنات تاع ال بي جي تاع الجنون يلا هطلك اقلع النووي اقلع النووي ها هامليك ها شوف هامليك هامليك ها ها هذو ما مش كنا بونك والله تعال لا لا هذو كانوا ال اس بي ام بعد الجنون كاين واحد 18 عائله تاع جنون هضروا مع الجماعه تاع السكن العاصمه قال لهم يا ودي اعطونا السكنه تاعنا هكذا ما نحبوش لا فينيسيو خلونا هكذا ها هاملك هذو هما هذو هما السكنات قلنا بروجي تاع 118 تسربوا 106 اللي بقاو اللي بقاو بقاو هاملك تاع جنون هذه الباقي شكون يسكنها الجنون وشكون اسم الجنون اللي يسكنوها تولي مالي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واش قلت لي الديار هذه مسكونة مسكون فيها الجن وش اسمه الجن تولي مالي تولي مالي وفيها عائله كبيره تاع الجنون شحال من واحد شفتوهم ولا ما شفتوهم فيها لوخ الجن هذه دار كانوا يبنوا فيها تحلقت وحدها بعد جو جنون قد حلقات مليون يا واقيلا شعبان شحال من عام عندها؟ واحد العشرة عوام واقيل وساكنين فيها الجنون؟ ايه هم لك القبور من كاين ذوك الحشيش؟ ايه هم لك القبور ماكش تروحوا ثما؟ كاين واحد السيدة مرات يجي للدوزيام ما يقلوش ايه
هذه هي جماعتك هنا، وتقولوا احنا الجزائر ما فيهاش حقوق الانسان، والجزائر ما تمدش المواطنين تاعها السكن. احنا الجزائر الحمد لله بفضل الله الجماعه اللي راهم على القطاع، يعني اللهم صل على النبي، يا مليك سكنات العباد وسكنات الجنون، اللهم صل على النبي. جماعه السكن تاع العاصمه، لا 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 والله ما نهبطكم، راكم طالعين حق ما درتوا سكنات للجنون. زيد واحده، زيد واحده، هطلق عليا. وهنا خواص تلاغى، ما تقوليش اللي لا ديريكسيون تاع الجنون تاع تلاغ، ما كاش منها ولا صار الوقت. وزارة الفلاحة، وزارة الفلاحة والقابات والصيد البحري والزواوش والفول والقمح والحليب وليزافير تاع القابات والجبال وما يد ما يشبه، عندها واحد المقر في تلاغ وليد بالعباس. المقر هذاك اللهم صل على النبي يرفد 600 بنادم، 600 600 600 بنادم يعيشوا في هذاك المقر. خرجوا منه 600 وراحوا، هذو عباد اللي كانوا ساكنين فيه، ها 600 كي راحوا 600 عباد جاوا ليه 600 جان، وقبل ما يجوا ليه الجنون تاع الانس تاع الجن، جاو ليه الجنون تاع الانس، اداو البيبان، اداو التواقي، اداو اي حاجه تديها يعني باش تفهموا مليح. هذه المديريه جايه في تلاغ تابعه لوزاره الفلاحه والقابات، كانت مسكونه بالبشر، خرجوا منها البشر باش يجوا يسكنوا فيها الجن. قبل ما يسكنوا فيها الجن جاو ليها الجنون تاع الانس، دققوها وجدوها الخواتم الجنون تاع الجن. هاتلك يا خواص، هات خلي الناس شوف، ها خلي نوي، خلي نوي باش ننا. ها ها شوف يا عباد الله، شوف شوف يا السيد مدير القابات، مدير الليفوري، ها لك مدير الليفوري، ها شوف 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 يا عباد الله، شوف شوف يعني مال بلا راعي، رزق لي تامة، رزق لي تامة، هذا الرزق هذا تاع لي تامة. السيد مدير القابات، المدير المركزي والمحافظ تاع القابات تاع بلعباس والمسؤولين تاع الفلاحة والقابات، لو كان جا هذا رزقكم ولا غابيناتنا نورمال، انا ما نسقو ما والو ما نعيطو، كون جا هذا الرزق رزقك تخليه هكذا؟ هيا قول لي، ها ها قول لي رزقك، رزقك هكذا يصرالو؟ كون جات عندك دار مثلا يا السيد مدير القابات، كون جات عندك دار في تلاغ في بلعباس والله في سعيده والله في صدها راس ولا سميها وين حبيت، تخليها هكذا؟ تسمع في دارك يا المسؤول، يا المسؤول تسمع في دارك هذه؟ علاش تسمحوا فيها؟ خاطر ما يجي رزقكم، خاطر ما تهمكمش، خاطر ماكمش صارفين دراهم من جيوبكم، صراحة صراحة ماكمش صارفين من جيوبكم. لو كان جيوبكم تصرف 100 فرق تقول اي، كون تصرف 2000 فرق تقول اي، بصح رزق لي تمام نورمال عادي، ها ورزق لي تمام، ها البيبان راحوا، التواقي راحوا، تهرست الحية عليه يعني، والله العظيم والله غير صراحة والله غير قراف، والله العظيم غير قراف، الشيء اللي راه صاري في الجزائر غير قراف. على بالي بلي تقول لي، تقول لي ها والظروف، ما كان لا ظروف لا والو، رزقك رزقك علاه ما تسمعش فيه، رزقك علاه ما تسمعش فيه، دارك علاه هكذا تدير تبقص، دارك المسكونه ودارك المكريه ودارك اللي مش مسكونه علاه دايره هكذا تبرق يا دلالي، ما تهلي فيها، ايه دير لها الكاميرات ودير لها العساسين ودير لها واش دير لها المارب ودير لها بلاك بوبي على الباب يعس عليها والكاميرات والدنيا، علاه؟ خاطر دارك، دارك بصح دار لي تاما نورمال، خلي يدو البيبان، خلي يدو التواقي، خلي يدو الزجاج، خلي يدو الكارلاج، خلي يدو الرخام، علاه؟ مش دراهمك انت، يا انت يا تتحرك على دراهمك، على رزقك ما تشتيش ميقراف. هذا النوع من المسؤولين ما نحتاجوهمش صراحة، المسؤول اللي غعلة تعصوالحو ويهمهم ويحوس يتكسل وفاريها غيليه
وما يخدمش البلاد ويخدم الشعب ما نحتاجوكش. نحوسوا على مسؤول يخدم الجزائر، يخدم ولاد الجزائر، الجزائر اللي ربيتوا منها اكتاف وربيتوا منها رقابي وربيتوا منها دواور ودرتوا منها قصور ودرتوا منها بيسينات ودرتوا فيلات ووليتوا تحوسوا ووليتوا تعرفوا تعرفوا. اه هذا الخير تاع الجزائر، هذا خير الجزائر راكم تاكلوا فيه. امال شوفوا للجزائر والابناء الجزائر رحم والديكم. جماعة الفلاحة والغابة تاع العباس راكم هابطين، زيد واحدة زيد واحدة غير باطل عاطلك عليا. الوقت ها واش عندي بومرداس من بالعباس البومرداس. تحية لخوتنا بومرداس. بومرداس يا جماعة الخير والله العظيم بومرداس ماشي غير بومرداس، الولايات كاع الولايات تحطيها يدك تقول نضرب عام وانا نخنتش فيها وما تفرش. حنا يا جماعة كيف رانا نخدموا؟ حنا نروحوا الولاية نجيبوا منها قضية ونزيدوا قضية منا ونزيدوا قضية منا ونديروا البرنامج. لو كان ندخلوا الولاية ونحركوا كاع القطاعات والله ما يفارية، والله ما يفارية، والله ما يفارية. أنا شحال من واحد قال لي نوي، قلت له واش؟ قال لي طالع حابض لك واحد الست شهور سبع شهور عام ومن بعد خلاص. قلت له علاه؟ هي قال لي المخروبات خلاص. شوف أنا اللي مشيت بفضل ربي سبحانه عز وجل مشيت 48 ولاية والله العظيم يا الخراب يلي في الجزائر كون طلع حسابك والله العظيم قير يفوت واحد 500 مليار دولار استغفر الله يا ربي. هاي هاي والله قير يفوت مئات الملايير دولارات خراب في كل مكان، خراب في سبيطارات القناطر ليكولات مدارس معاهد محلات طرقان بيسينات باراجات محطات لاغارات مطارات. ابن عمي والو والو. المهم وين نروح؟ بومرداس. بومرداس كاين واحد الطريق شتكونا منها الجماعه، عيطونا الجماعه في 38-01 رحنا ليهم قال لك ودي عندنا طريق راه بين 14 هو وخروبه في ولايه بومرداس. رحنا ليها، روح خلينا نشوفوا الطريق تاع خروبه. روح روح ها هاي الطريق اطلق على النوي يا خواص. الطريق عجيبه غريبه الطرق يعني سبحان الله العظيم. شوف 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 ها شوف شفتوها ها 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 شفتوا ولا ما شفتوش؟ تزيدوا تشوفوها ها سنه نزيدوا نشوفوا هذا ها هذه الطريق عيطونا عليها الجماعه يترجاو قال لك يا ودي اروح شوف هنا النوي رحنا جبناها. يعني والله العظيم توحد ربي توحد الخالق توحد ربي. الطريق هذه ما فهمتش اللي خدمها خدمها باطل ولا دار فيك ممزيه ولا ما والله ما فهمنا كاع. هذا اللي راهم يخدموا في الطرقان هذو راهم يخدموا يا وباطل وما نقبلوهاش. الطريق هذه باطل 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 ما نقبلوهاش، باطل ما نقبلوهاش. جماعه تاع طرابو بيبليك تاع بومرداس وراكم. شو 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 احبس احبس ولي لي ولي لي ولي لي ولي لي احبس خلاص. هذه طريق تاع 14 خروبه ما عليناش اسيدي 14 خروبه حطوهم على جي لوطوروت طريق السيار شرق غرب. الطريق السيار شرق غرب ورانا نهضروا على لي زاكسيدون هنا المشكله على الحوادث. يا جماعه الطرابو بيبليك يا جماعه الطرابو بيبليك يا السيد والي ولد بومرداس، يا السيد والي ولد بومرداس على بالك باللي كيموت لك واحد في الولايه تاعك والمتسبب هما القطاعات تاعك في الولايه راك انت مسؤول ثاني. يا السيد الولي روح تشوف هذا الطريق واحد الما واحد الاخ جزائري عنده واقيل كارير ولا واش عنده ولا ربي يسهل عليه فاتح طريق في لوطوروت يخرج الكاميوات تاعو في لوطوروت. ما قلناش حنا ما يخرجش يا ابن عمي بصح يخرج ما يديرناش حوادث تاع الموت. اروح شوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم السيد الوالي يا جماعه تضربوا في بلاك تاع بومرداس اطلق خواص قال عنوي شوفوا بعينيك ما قال عنوي ها شوفوا يا عباد الله ها فتح الطريق ما فهمناش هذه الطريق هذه اللي تفتحت تفتحت في لوطوروت شرق غرب. شوف 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 شوفوا يا عباد الله ها شوف ها هذه طريق ما عندهاش معايير ما عندهاش لي نور نتاع الطريق يا عباد الله. وعلى بيها مساكن الجدارميه الدرك الوطني للحيوم تاع امن الطرقات يظلوا يكتبوا النقاط السوداء
يظلوا يكتبوا على النقاط السوداء كاع في 48 ولاية. يا خويا وانتم والله ما فهمنا يا ابن عمي هالك، هاي هذه ماشي نقطة سوداء، هذه نقطة ماشي سوداء يا ابن عمي. شوف يا عبد الله، شوف يا سيد الوالي، شوف يا سلماني، يا سيد الوالي سلماني، شوف يا جماعة تضربوا ببليك. ومن بعد يقول لك حادث مرور ماتوا ربعة، حادث مرور ماتوا 15. شوف الطريق اللي السيار كي يخرجوا من هاي الكوام نتاع الكارير واش يديروا. شوف يا سيد الوالي، شوفوا يا جماعة تضربوا ببليك. شوف يا سيد الوالي، شوف بعينك يا سيد الوالي، هذه النقطة السوداء في 14 أست وست شرق غرب يا ابن عمي. شوف الطروبي اللي خارجة، شوف الكاميو اللي داخل، شوف اللي جهة هابط 180 160 شوف 140 يا ابن عمي. على هكذا وعلى 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 يموتون ربعة، خطرة يموتوا 20، خطرة يموتوا 40، خطرة 30، خطرة 40، على جل هان على الشيطان. يا سيد الوالي، يا سيد الوالي سلاماني تعبوا مرداس ودايرين البلاكا في الطريق بوند ريغريغريز ولا يسموها ريغريغريز ولا يسموها ها كيف ريغريغريز هذه يا حمودي، كيف هذه الطريق سيار داير اللي فيها ريغريغريز القرصه هذه ما راهي تخرج. السلطات المحليه تاع بومرداس راكم هابطين، زيد واحده طلبوا في بليك الاشغال العموميه تاع بومرداس، زيد واحده يا اخي باطل هكذا عليا. واش نختمها يا خاوتي؟ لا اله الا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. احنا به النبه برك، احنا هاي القضيه راهم يموتونا 3000 ولا 4000 في العام يا ابن عمي، ولا غير عيب والله العظيم غير عيب. تحيه ثانيه هنا احنا ننوه بالعمل الاحترافي تاع امن الطرقات تاع الدرك الوطني لمطار في 48 ولايه اللي دائما نلقاهم سهرانين واقفين، يعني سبحان الله العظيم. خاوتنا لمطار تاع الدرك الوطني حتى ثاني تاع الشرطه، ولكن الدرك الوطني نلقاهم في الخلاء في كل مكان واقفين. المهم تحيه الى خاوتنا الجزائريين كاع سونز اكسبسيون كما راكم. الى هنا ينتهي لقاء بكم اليوم، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وطلق يا خواتي شنو العظيم. نوي طالع ديابه هابطين.